روسيا البيضاء إستونيا الدور دور تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا الجولة الثانية وشاهدنا كيفاش كانت المباراة اللي انتهت شوط أول هدف لهدف شفنا في إيطالي الذي سجل عن طريق ضربة جزاء وين عدل لروسيا البيضاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول وين كانوا منهزمين وين هاناري الذي سجل هدفين في الدقيقة 31 في إيطالي الذي عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45 هاناري الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55 يوري عدل النتيجة من جانب روسيا البيضاء في الدقيقة 64 يعني كانت المباراة وين نقولوا مباراة كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا فيها خاصة وين نقولوا بلي الإسكندر يعني في الحراسة تاع روسيا البيضاء شنا نورماف شنا ماكسيم شنا نيكولا رومان ماكس شنا يوري شنا كيفاش إيغوار شنا في إيطالي المسجل هدفه مسجل هدف الأول شاهدنا كيفاش دينيس كذلك وين يعني وين خرج في الشوط الثاني وشاهدنا كيفاش نيكولا اللي دخل مكانه شاهدنا كيفاش سيرجيو شاهدنا كيفاش فالي يعني وين دخلوا في الشوط الثاني يعني شنا ماتيف في الحراسة تاع إستونيا هانريك شنا مارتين شنا ماكسيم شنا مايكل ماركوس يعني شنا كيفاش غرالي مسجل هدفين شنا كيفاش سابينيا يعني وين نقولوا كار اللي دخل في الشوط الثاني في دقيقة 62 يعني وين وهو نقولوا باللي خط وسط ميدان دفاعي بمهاجم بخروج مهاجم شاهدنا كيفاش المدرب تاع روسيا بيضاء وين دخل بخطة يعني نقولوا باللي خطة اللي دخل بها وهي شاهدنا 4-1 شاهدنا إستونيا اللي دخل بخطة ما نقولوا 4-5-1 يعني واللعب على الكرات المرتدة وين كانت وين عطى الثمار تاعها يعني بتسجيل هدفين وين هاري اللي سجل هدف في الدقيقة 31 شاهدنا في إيطالي الذي عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45 هاري الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55 يوري شأنه كيفاش عدل النتيجة ونقولوا باللي روسيا البيضاء وين عدلت على المرتين يعني وين شأنه كيفاش من جانب الاستحواذ أو التمريرات وين روسيا البيضاء خاصة في الشوط الثاني وين رموا بكل ثقة لهم شنا ماتيفي الحارس تاع إستونيا لعب دور كبير في هذه المباراة وين أنقذ المرمى تاعو يعني من عدة فرص وين منع عدة فرص خاصة وين روسيا البيضاء وين كان مسيطر في خط وسط الميدان يعني وين كان سيطرة كاملة ونقولوا باللي روسيا البيضاء رمى بكل ثقلين من أجل العودة والتسجيل والتعديل لكن إستونيا وين شاهدنا كيفاش لعب حتى آخر دقيقة وشاهدنا كيفاش انتهت المباراة هذه الجولة الثانية روسيا البيضاء إستونيا انتهت المباراة تاع روسيا البيضاء وين إستونيا وين نقولوا بأربع أهداف لهدفين وين بعد كار الذي خرج بالبطاقة الحمراء يعني وين كان التحول في المباراة يعني وين شاهدنا كيفاش الكار اللي دخل في الدقيقة 62 خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 77 وين نقولوا روسيا البيضاء وين استغلوا النقص العددي وين شاهدنا كيفاش فيال الذي سجل هدف الثالث في الدقيقة 81 الدقيقة 83 يعني وين روسيا البيضاء وين تقضي على أحلام يعني أحلام إستونيا في الدقيقة 83 يعني وكانت المباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا فيها لعب شاهدنا كيفاش بيتلي الذي سجل الهدف يعني وين نقولوا بيتلي الذي هو سجل الهدف الرابع في الدقيقة 83 هذه المباراة اللي انتهت لصالح روسيا البيضاء أمام إستونيا بالنتيجة وفوز روسيا البيضاء أمام إستونيا في الجولة الثانية تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.